خلينا نعرف تفاصيل اكتر وناخد الناقد الرياضي الاستاذ محمد مراد. استاذ محمد برحب بيك، مشرفني ومنورني. رحب بيك يا يحيى، ودايما بسعيد موجود معاك. يعني في البدايه بصراحه كده، هل ايهاب جلال هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ولا لا؟ هو بصراحه كده فعلا هو ايهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر، يعني لغايه دلوقتي هو الاقرب وهو الاقوى وهو رقم واحد. من كلام يعني تصريحات احد الاعضاء او تحديدا سهر عبد الحق، ان هو خلاص يعني تم الاتفاق او تم الاستقرار بنسبه كبيره على المدير الفني القادم لمنتخب مصر. لكن في بعض الرتوش النهائيه اللي بيتم الانهاء منها النهارده او بكره، ويتم الاعلان خلال ساعات يعني عن اللي هي ايه. استاذ محمد يعني خلينا نتكلم بسرعه، ايه الرتوش النهائيه اللي لسه مستنيينها عشان يعلن اسم المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني؟ هل هو الجهاز المعاون اللي هيعاون كابتن ايهاب جلال او كابتن حسام حسن او ايا كان، ايه الاسم اللي موجود داخل اتحاد الكره؟ طيب يعني نحكي واحده واحده. انا هي من كلامها برضو بتتكلم على موضوع ايهاب جلال، ان سمعنا الفتره الاخيره ان في خلافات ماديه بين اتحاد الكوره وبين المدير الفني ايهاب جلال او بين مدير اعماله تحديدا. من كلام الدكتوره سهر ان هي نفت الكلام ده جمله وتفصيلا، قالت لك يعني في حاجات بنسمع عنها في الاعلام مش موجوده خالص. قلت لها موضوع الفلوس، قالت لها موضوع الفلوس لا. فموضوع الجهاز الفني او الجهاز المعاون، قالت يعني مش عايز اتكلم اكتر او مش عايز احكي اكتر، بس خلاص كل حاجه، كل الخلافات اللي كانت الفتره الاخيره دي مش خلافات ماديه. فمعنى كلام ان الخلافات كان الاسماء المعاون. بس يعني الكلام اللي بيتقال يا استاذ محمد او المعلومه لاغلبيه الناس ان هو كابتن حمد ابراهيم موجود وكابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى. تمام. فهي نفت ان الخلاف بسبب الحاجات الماديه، فالاكيد ان كلامها يعني خلاص الخلاف بسبب الجهاز المعاون اللي طلبه ايهاب جلال واللي متمسك بيه جدا. صحيح. وجود الكابتن حمد ابراهيم والكابتن مصطفى كمال. مصطفى كمال. فاعتقد غالبا خلاص يعني الاثنين موجودين في الجهاز المعاون للكابتن ايهاب جلال. وبنسبه كبيره، بنسبه 99% ايهاب جلال هو المدير الفني للمنتخب. تم نفي جمله وتفصيلا ان وجود اي جلسات بين احد مسؤولي اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه تحديدا وبين الكابتن حسام حسن. وده نفس الامر اللي اكده الكابتن عمرو الكناني تحديدا في مقابله معاه النهارده. قال لك ان الكلام ده كله غلط، ما قعدناش مع حد او ما كلمتش حد تحديدا، انه تحديدا على الكابتن حسام حسن. فبنسبه كبيره خلاص المدير الفني المنتخب هيتم الاعلان عنه خلال ساعات، ممكن يكون النهارده او ممكن يكون بكره، بس الارجح هيكون بكره يحيى. هو يكون حسم الجهاز الفني بالكامل. اعتقد يعني خلاص ايهاب جلال مدير فني مع حمد ابراهيم وكابتن مصطفى كمال ومحمد شوقي مدرب المنتخب الاولمبي. ده صحيح. بنسبه كبيره، بنسبه 25% تم الاستقرار على الاربع اسماء دول. اسم عماد متعب كان متداول برضه يا استاذ محمد في الفتره الاخيره، وكان اسم كابتن عصام الحضري كمان يعني في اخر ساعات كان اتقطع خالص وابتعد خالص كابتن عصام الحضري عن الصوره بعد اعتقد الاتفاق مع كابتن ايهاب جلال على الجهاز المعاون وهو تمسكه بكابتن مصطفى كمال. ولكن عماد متعب لسه اسمه موجود في الصوره ولا ايضا ابتعد مع عصام الحضري؟ من الاسماء المرشحه بقوه جدا عماد متعب ان هو يبقى مدير منتخب وفي نفسه كابتن احمد حسن. لكن اعتقد ان الدستور ان الاقرب كابتن عماد متعب، ان هو رغبه المجلس الحالي ان هو يدي الفرصه لوجوه جديده. وده نفس الامر اللي كان سبب في استبعاد كابتن حسام بدري من الترشيحات، ان هو كان قبل كده خد فرصته في المنتخب الاولمبي ولم يوفق بصوره كبيره. فده كان سبب في استبعاد كابتن حسام بدري. لكن اعتقد ان كابتن عماد متعب موجود بصوره كبيره جدا في الجهاز الجديد من المنتخب. حسام الحظ زي ما انت قلت يحيى كان موجود طبعا ومرشح بقوه، لكن صحيح. اعتقد ان ايهاب جلال او وجود ايهاب جلال خلاص يعني تمسك بمصطفى كمان معاه في المنتخب، تمسك بحمد ابراهيم. انا من كلامك يا استاذ محمد يعني حاسس ان انت عندك معلومه مؤكده ان كابتن ايهاب جلال خلاص اصبح هو يعني الاقرب بنسبه 100% مش 99. هو كلام الاعضاء يعني خلاص الموضوع خلاص شبه محسوم، ان كابتن ايهاب جلال خلاص موجود. اللي كان بينافسه كابتن حسن شحاته وكابتن حسام حسن تحديدا في الساعات الاخيره، ده معظم الاعضاء اكدوا ان مفيش جلسه جمعتهم بالكابتن حسام حسن او اي اتصالات جمعتهم بالكابتن حسام حسن. فخلاص الموضوع اعتقد انه كان خلاص منحصر بين الكابتن ايهاب والكابتن حسن. وبنسبه كبيره خلاص يعني كل من كلام الاعضاء او من المسؤولين ان ايهاب جلال خلاص هو المدير الفني. تحديدا كلام دكتور صلاح قالت لك ان الخلافات اللي كانت الفتره الاخيره خلاص تم حلها بمساء امس، وبنسبه كبيره خلاص هيتم الاعلان النهارده او بكره. فانا من كلامهم يحيى خلاص يعني بنسبه كبيره ايهاب جلال هو المدير الفني القادم للمنتخب. كابتن حسن شحاته خلاص يعني بنسبه كبيره خلاص بره مع الكابتن حسام حسن. فبنسبه كبيره خلاص يعني ايهاب جلال هو المدير الفني، وان شاء الله الساعات الجايه هيتم حسم الموضوع ده رسميا. بعض الاسماء طبعا مرشحه منصب المدرب العام عليه برضو في خلاف، يعني شباب ان حمد ابراهيم هيبقى مدرب عام او مدرب مساعد. بعض الاسماء بتتردد يعني، ولكن كابتن حمد ابراهيم ومصطفى كمال موجودين في الجهاز مع كابتن ايهاب جلال خلاص.
بنسبة كبيرة جدا موجودين في الجهاز اللي معاون مع كابتن إيهاب جلال، ويتم الاستعانة يا محمد شوقي خلاص ده أكيد برضو بنسبة كبيرة. في بعض الأسماء مرشحة واللي هيتم حسمها النهاردة، طارق مصطفى يبقى مدرب عام، وحمد الفهمي يبقى مدرب مساعد، عبد الظاهر الساق برضه من الأسماء المرشحة، لكن خلاص النهاردة بنسبة كبيرة هيتم حسم الجهاز الفني بالكامل ويتم الإعلان عنه النهاردة أو بكرة بناء على تصريحات أعضاء اللجنة الخماسية. ان شاء الله يعني نتمنى استاذ محمد الاعلان في اقرب وقت، لان اعتقد يعني ما فيش وقت خلاص، يعني الوقت قليل جدا، ولسه اعتقد كمان ده هيسبب مشكله لسه للنادي المصري البورسعيدي في حاله ويشوف بقى مين المدير الفني الجديد وايه الخطه البديله اللي كان بيتكلم فيها دايما استاذ سمير حلبيه والاستاذ عدنان حلبيه، ان لسه ما حدش ابلغهم بشكل رسمي عن تولي كابتن ايهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر. طبعا دي ازمه طبعا يا يحيى، وكان يعني كنا نتمنى ان ننهي الملف مبكرا، لكن اتحاد الكره واللجنه الخماسيه معذورين برضو، مش عايز اقول ان هم اخطاوا، لا معذورين ان هم كان عندهم بعض الملفات الهامه اللي كانت لازم تخلص، سواء بقى شكل دوري القسم الثاني ودوري الممتاز وهيبتدي امتى والملاعب، فدي خلاص يعني ملفات خلاص خلصت، وملف السوبر طبعا ملف صعب طبعا. واعتقد ان هو ملف المنتخب لما يخلصوا ملف المنتخب اعتقد خلاص الدنيا هتهدى عندهم في اتحاد الكوره، ويبداوا بقى المفروض الحاجات اللي هي جايين عشانها ان هو تطوير وتصحيح بعض الاخطاء اللي كانت في المجالس اللي فاتت. طبعا المصري اعتقد ان هو بداوا الحديث مع بعض المدربين تحسبا لرحيل ايهاب الفتره الاخيره. يعني طبعا يعني كنت اتمنى ان يبقى الموضوع حسم المدير الفني وتحديدا ان هو بيدرب نادي المصري، كنت اتمنى ان هو يبقى يتم حسمه مبكرا وقبل الدوري بكثير. صحيح. فاضل اقل من 3 أو 4 أيام، على 3 أيام تحديدا الخميس وجمعه وسبت والدوري بلاب، فدي ازمه طبعا هتلاقيها تقابل النادي المصري، لكن خلاص الموضوع هيتحسم النهارده او بكره بكثير زي ما قلت لك. وفي ازمه ثانيه برضه طبعا المنتخب وعنده ماتشات في شهر اكتوبر، هو ده اللي انا بتكلم فيه، يعني ما فيش وقت. معسكر دوري، ولازم كان يتم حسم الاحتياجات اليومين دول، ولازم انت عندك ماتشات رسميه في شهر 11، فكنت لازم تلعب ماتش او ماتشين وتدينا على الاقل. صحيح. لكن ان شاء الله الفتره متاحه ان انت تقدر تقود ماتشين حتى افريقيين مع فرق مستوى ثالث او رابع، حتى الفتره الجايه المدير الفني الجديد يعرف يتعرف على اللعيبه اكتر ويبداوا يفهموا خططه في اللعب، وكمان برضو لازم انت تبعت للمحترفين قبلها 15 يوم طبعا، ان يا دوبك تلحق يعني. ان شاء الله يعني يتم حسم الموضوع باذن الله. ان شاء الله اكيد نتمنى التوفيق، يعني الكابتن ايهاب جلال من المديرين الفنيين المحترمين، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. خليني اكلمك برضو اخيرا، حكام مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك، هل خلاص تم تحديد مين هم حكام السوبر؟ يعني كان في شويه مشاكل وما كانش في حكام اجانب بسبب طبعا انشغال اغلبيه الحكام الاجانب الموجودين، هل تم الاعلان او تم التصريح باسامي الحكام اللي هيكونوا موجودين في مباراه السوبر ولا لسه؟ بص يا المعلومه اللي عندي ان هو الحكام تم الاتفاق عليهم خلاص وتم التواصل معاهم من امبارح. كابتن جمال غندور بس يعني طبعا راجل دولي فاهم الدنيا ماشيه ازاي، فكان لازم يطلع لك لسه في ازمه عشان لما يجيب الحكام يبقى هو ايه عمل اللي عليه. لكن المعلومه اللي عندي ان الحكام جاهزين وموجودين. هو واجه صعوبه فعلا في ان هم يستخدم الحكام الصفوه اللي هم الكبار اللي هم عندهم نشاط في الدوريات الانجليزيه والاسبانيه، لكن المعلومه اللي عندي ان الحكام خلاص موجودين واساميهم موجوده وتم ارسال التذاكر ليهم، ويتم الاعلان النهارده او بكره بكثير عن اسامي حكام ماتش السوبر، وهيكونوا حكام غالبا من اوروبا يعني خلاص، يعني مباراه السوبر بحكام اجانب عشان اللغط اللي كان بيحصل، وان ما كانش فيه حكام اجانب وحكام مصريين احتمال، او حكام عرب هم اللي هيتولوا المهمه. مستحيل يا يحيى تلعب ماتش سوبر مصري في التوقيت ده بحكام مصريين او حكام عرب، يعني صحيح ازمه كبيره جدا. لكن انا باكدك ان ما خلاص الحكام موجودين، حكام اجانب مش عرب ولا مصريين، وهيديروا ماتش السوبر وهيتواجدوا في القاهره غالبا بكره باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ محمد مراد، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، بشكرك.